FM. الكلمة ليك. إيقاف محتسب جمعية اللخمي الخيرية وكذلك اللي هو في نفس الوقت أمين مالها وكذلك إمام الخمس بجامع سيدي اللخمي. دونك فما إيقافات صارت البارح تهم إمام الخمس بجامع سيدي اللخمي ومحتسب جمعية اللخمي الخيرية اللي هو في نفس الوقت أمين المال واللي رئيسها الشيخ رضا الجوادي. تتفي الإمام المقال من إمامة جمع اللخمي. تتفي أنت ما تحبش كلمة سيدي اللخمي. سيدي اللخمي ما نحبش كلمة معزول. حاشا أن يعزل إمام. قلت المعلومة دارت في الحقيقة على أكثر من موقع إلكتروني وحتى في بعض الصحف الورقية، ولكن نحن نحاول ديما في كابوتشينو نمشيو للمصدر نحاول ناخذ المعلومة. دونك هاوك علاش معنا عبر الهاتف المحامي السيد أحمد معالج. صباح الخير ماتر. بأخير ليكم وكل مستمعي ذات كافيتم أخبر بكم. يعطيك الف صحة. دونك هات نبدأ الخبر من الأول. ساعة وضحنا الخبر صحيح وإلا لا؟ نعم للتوضيح. للتوضيح هو التتبعات اللي قاعدة صايرة ما هيش معناتها تخص جمعية اللخمي التنموية، هي تخص هيئة تسيير جامع سيدي اللخمي. واضح هذا للتوضيح. يعني التتبعات مشكاية الصادرة من وزارة الشؤون الدينية هي صادرة ضد هيئة تسييرية، هيئة التسيير يعني لجنة المسجد جامع سيدي اللخمي. شنو هي صيغتها القانونية أستاذ؟ نعم؟ الهيئة عندها صيغة قانونية جمعية هي نعم. ولا عندها صيغة قانونية وقع تسميتها من طريق عن طريق وزارة الشؤون الدينية. أيوة. وقع تسميتها كإمام الإمام الخطيب. أيوة. الشيخ رضا جوادي وإمام الخمس الشيخ أحمد الفريخة، وعندنا النقيب وعندنا معناتها الكاتب العام وعندنا أمين المال. هذوما كل يوقع تسميتهم في محضر جلسة، وهذا كله معناتها موثق وعندنا بال يعني بالوثائق ومعناتها الوزارة. وهي ذاك علاش الوزارة الشؤون الدينية هي الشاكية في قضية الحال، لأنه تعتبر أنه معناتها تسيير الهيئة هذه حسب رأيها هي ما كانش وفق الضوابط والنظم القانونية اللي تنظمها الوزارة. وهذا مش اللي مش نناقشوه احنا قدام المحكمة ومش نناقشوه مع سيد وكيل الجمهورية ومع باحث البداية. بالتالي معناتها تتبعات ضد الشيخ أحمد الفريخة وضد المحتسب الجمعي مش الجمعية وإنما محتسب هيئة الجامعة ضد أمين المال اللي هو خبير محاسب في محمد بوزيد، تتبعات ضدهم على أساس تصرفهم المالي في مداخيل الراجعة لجامعة سيدي اللخمي المتأتية من التبرعات وصناديق التبرعات الموجودة بالجامعة. للتوضيح هذين باش يكونوا واضحين، ما ثم عند حتى دخل بجمعية التي يرأسها شيخ رضا جوادي اللي هي جمعية اللخمي التنموية، هذين ما عنده حتى دخل، وصوت وزارة الشؤون الدينية ما عندها حتى معناتها سلطة وما عندها حتى تتبع ضد الجمعية هذه إلى حد الآن. بارك الله فيك على التوضيح. التوضيح يعطيك صح المعلومة كاملة. ماتر أحمد معالج، سؤال ثاني وأخير. المشكلة طولي قاعدين ديما نطيحوا في هل التحاليل اللي ولات تبني الإيقافات دونك متاع شيخ الخامس أحمد فريخة وأمين المال التابعين الزوزي هيئة التسيير لجامع سيدي اللخمي اللي هو سي محمد بوزيد على خلفية سياسية، معناها الشكوى اللي رفعتها وزارة الشؤون الدينية لأسباب كيف سكوب ليكم أنتم أنه المحتسب متاع الكونتابلي متاع الهيئة اللي هو سي علي بن عمر اللي هو مشى أمس بسقيه للفرقة الأبحاث العدلية ببحر نهار أحد الأبحاث تتم وما شاء الله عليهم معناتها يخدموا سبت واحد حتى للساعتين التعليل وبارك الله فيهم على المجهودات اللي قايلين بها. سي محمد بن عمر كيف هو الطرف الثالث اليوم يعتبروا محتجز أنا بالنسبة لي في قضية الحال بدون أي وجه قانوني، لأنه مشى على بناء على استدعاء وتليفون جاه من فرقة الشرطة العادية لتقديم الوثائق المحاسبية لهيئة الجامعة. هذه الوثائق المحاسبية اللي بعد التدقيق فيها والتمحيص فيها من طرف هيئة الخبراء المحاسبين، فهمتني ولا؟ وهزهم التقيه مشيت أنا وياه المركز الشرطة العادية وقدمناهم ومعناتها وثائق محاسبية من سنة 2011 وقد تسلموا الجامعة إلى سنة 2015 إلى حد اللحظة
بكل وثائق المحاسبيه وكل وثائق المداخيل والمصاريف اللي قام بها الجامع منذ سنه 2011 لسنه 2015 وبعد التدقيق فيها والتلخيص كما قلنا وفي تمام الشفافيه والنزاهه، وهذا ما ياكدوه حتى اعوان البحث اللي قايمين بالبحث. يقول لك احنا راهو اليوم ما حناش في شبهه استيلاء، ما هياش شبهه فساد. هو مش نناقشوا معاكم التصرف المالي، هل انه عندكم الحق باش تجمعوا الاموال هذه والا عندكم الحق باش تصرفوها والا لا؟ هذا هو المربط الفرس في قضيه الحق. واضح معناتها ياكدوا لنا ويعودوا ومعناتها ويقسمون على ذلك انه معناتها الشيخ احمد البريخ اللي هو معناتها امام خمس سيدي اللخمي اللي هو امام خطيب في جامع يعني المصطفى في سكن تزيد اللي هو معناتها حافظ في سكن الحج معناتها واللي هو يهز في الناس للحج وللعمره معناتها نزيه كل النزاهه وبعيد كل البعد على انه يحط فلوس تبرعات ولا فلوس معناتها مصلين في مكتوبه. القضيه بالنسبه لي انا هي في التصرف في الاموال هذه، كيفيه جمعها وكيفيه انفاقها. واضحه الفكره معناتها لكل مقام مقال، ثم خبراء ثم ناس عندها معناتها الكفاءه المهنيه والعلميه باش تقيم لنا التصرف هذا. واذا كان ثم ديفوت دي جيستيون ما هيش معناتها موجبه للايقاف، مستحيل ان تكون موجبه للايقاف. ما يوجب الايقاف هو الاستيلاء على المال العام والا الاستيلاء على المال الخاص بتاع الجامعه. نتابعوا الملف هذايا في الايام القادمه ان شاء الله. ماتر احمد معالي، شكرا لك على تلبيه الدعوه والايضاحات هذه. توضيح للراي العام باش معناتها خاطر بالحق العائله نتاع سي احمد بريخه والعائله نتاع سي محمد بوزيد راهم معناتها متمسين برشا من المواقع الاجتماعيه وهالصحف الالكترونيه معناتها حديثه العهد، واللي معناتها تحب تعمل البوز وتحب تعمل الشو على حساب صمات ناس وعلى حساب معناتها معناتها ما هوش حوايج معقوله. ماذا بينا انتم كاعلام نزيه وبارك الله فيكم انكم تستقيوا المعلومه من مصدرها معناتها توضيح للرأي. واجبنا واجبنا واجبنا، يعطيك الصحه. شكرا لك متر احمد المعالج. الشيخ احمد بطريقه بعيد. شكرا لك شكرا لك. محاسب وحاج بيت ربي مرتين معناتها ويراقب الحسابات. شكرا لك متر. على غالب ما عادش عندنا وقت، دونك نختموا هكايا كابوتشينو لليوم. الكلمة ليك